وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا. نهاهم عن موالاة أعداء الإسلام والمسلمين، وأوعدهم بمس النار والطغيان على قبور الظالمين. والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، المميز بين الطيب والخبيث الفهيم، المعبود بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين، وإعلام المستقر من القوة الملهمة قلوب أعداء الله المقبولين. سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ومنقلا للخلائق من غضب الله بالقوة المتين، وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الزعماء بين المؤمنين وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم القيامة الحماة بين الإسلام والدين المبين. أما بعد، فيا أيها الناس، إلى ما هذا التناوش الفقير ولم يكن القرآن العظيم ينبهكم، وإلى ما هذا التناوش الشديد ولم يفرح الدهر اليقظان يوقظكم. أما كان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعيا أفلت على الخطا، واجتمعت على أن تبلع الإسلام والمسلمين وبلادهم فطبقها ضدها حتى لا تخشون الناس، والله الحق وان تخشوا، وحتى ما تتولون الاعداء، والله ورسوله فحق وان تولوا. اما طال عليكم الامل فالذين انتهوا فقست قلوبكم، ام زال عنكم الخشوع لله فتحجر افكاركم وعقولكم. ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء أو يهرب من خشية الله. أفحسبتم أن تطرحوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتغتلوا بمثل ما كانوا يغتلون. فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الاعظم صاحب القبر الاعظم صلى الله عليه وسلم انه قال: سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم ببنيهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بواجب علي العرض، ومن لم يدخل عليهم أو دخل عليهم ولم يصدقهم ببنيهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو واجب علي العرض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تعاسروا ولا تباغضوا ولا تنابزوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أجبتهم عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.